أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة 28 للانتخابات البرلمانية بعموم تركيا. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون يبحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جهود السعودية والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا وفق القرارات الدولية. هيئة التفاوض السورية تعلن عن عقد لقاءات مع سفراء وممثلي دول غربية في بروكسل، بحثت خلالها التطورات السياسية في سوريا وأكدت على ضرورة الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254. سلطة الأسد تعلن مواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة 3 أشهر إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق المعارضة وفق ما أفادت ممثلة للأمم المتحدة. تعرض قائد قوات رجال الكرامة في السويداء الشيخ ليث البلعوس لإطلاق نار على سيارته من قبل مجهولين في محافظة السويداء دون ورود أنباء حتى الآن حول حالته الصحية وفق مراسل حلب اليوم.